معانا نتائج مباريات الذهاب، يا ريت لو النتائج موجوده على الشاشه، اهي معانا على الشاشه. ذهاب دور 32، المريخ السوداني خسر من يانج افريكانز 2-0. وبومامور بطل بوروندي خسر من سان داونز بطل جنوب افريقيا 4-0. الفريقين دول كانوا بيلعبوا على ملعبهم وخسروا على ملعبهم. باور دينامو الزامبي بطل زامبيا اتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2. الماتش كان بيتلعب في زامبيا. النجم الساحلي بطل تونس كسب الجيش الملكي المغربي 1-0. وحصل بعد الماتش ان الجماهير اعترضت بعد ما تألق رضا سليم وقالت ازاي تسيبه، جماهير الجيش الملكي ازاي تسيبه رضا سليم للنادي الاهلي بعد ما تألق معانا رضا سليم الماتش اللي قبل اللي فات. ريال باماكو بطل مالي خسر على ملعبه من نواديبو بطل موريتانيا 3-0. وارمي باتريوريتك بطل رواندا خسر، لا اتعادل مع بيراميدز 0-0. دي نتائج المباريات الجزء الاولاني. الجزء الثاني، نياسا بيك بولس بطل ملاوي خسر على ملعبه من مازيمبي بطل الكونغو 1-0. يونيا دي سونجو بطل موزمبيق خسر على ملعبه من بيترو اتليتكو بطل انجولا 2-1. وانين جالكسي بطل بوتسوانا خسر كسب اورلاندو باريتس بطل جنوب افريقيا 1-0. ميدياما بطل غانا كسب هوريا كوناكري غينيا 3-1. هافيا كوناكري غير حوريا كوناكري، هافيا كوناكري بطل غينيا اتعادل مع الوداد المغربي على ارضه في غينيا 1-1. وبريميرو دي اوغوستو بطل انجولا اتعادل مع الهلال السوداني 0-0. دوان بطل بوركينا فاسو خسر من الترجي التونسي 1-0. بو رينجرز سيراليون خسر على ارضه 1-3 من شباب بلوزداد بطل الجزائر. الاهلي بنغازي بطل ليبيا اتعادل مع اسك كوت ديفوار 0-0. وسان جورج الاثيوبي خسر 3-0. بقيت ماتشات النهارده، مازيمبي على ملعبه مع نياسا بيك بونز بطل ملاوي، بترو اتلتيكو بطل انجولا مع دي سونج بطل موزمبيق. ده الكلام ده يوم السبت ان شاء الله اللي هو غدا باذن الله. ترجي الرياضي بطل تونس هيلاعب دوان بطل باركينا فاسو ان شاء الله غدا الساعه 7. وسان داونز بكره مع بوبامورو بطل بوروندي. يانج افريكانز تنزانيا هيلعب بكره مع المريخ السوداني. وحوريا غينيا مع ميداما غانا بكره برضو الساعه 7 مساء ان شاء الله. وفي نفس التوقيت او في نفس اليوم جيش الملكي المغربي هيلاعب النجم الساحلي بطل تونس الساعه 9:30. وداد المغربي هيلاعب هافيا كوناكري الساعه 10. وشباب بلوزداد بطل الجزائر مع بورينجرز بطل سيراليون الساعه 10. ويوم الاحد هتستكمل باقي مباريات دور الاياب دور 32. سيمبا بطل تنزانيا مع باور ديناموس بطل زامبيا. اسيك ماموزا بطل كوت ديفوار مع الاهلي بنغازي ليبيا. ونواديبو بطل موريتانيا مع ريال باماكو مالي. والهلال السوداني هيلاعب بريميرو دي اوغوستو. وماتشات النهارده بقى دور 32 يوم الجمعه، بيراميدز هيلاعب بطل رواندا على استاد الدفاع الجوي. نادي الاهلي المصري هيلاعب سان جورج على استاد القاهره الدولي. اورلاندو بارتس بطل جنوب افريقيا هيلاعب وانينج جالاكسي بطل بوتسوانا في ملعب جنوب افريقيا. دي الماتشات اللي هتتلعب النهارده وبكره باذن الله رب العالمين ويوم الاحد.